سيدة تطلب الطلاق، سافر وترك أولاده بحجة طلب العلم. داخل محكمة الأسرة بمصر الجديدة كانت تقف سيدة في حزن شديد. تدعى السيدة كاف، عينها تبحث عن شيء ما. كانت تشعر بوحدة كبيرة في هذه اللحظة رغم الزحام في قاعة المحكمة. فلم تتخيل أبداً هذه السيدة أنها ستقف يوماً ما أمام محكمة الأسرة لكي ترفع قضية طلاق على زوجها، حيث أن كل ما كان يشغل بالها في هذه الدنيا مصلحة أبنائها والحفاظ على حب زوجها ورعايته، بعدما جمع الحب بينهما وانتهى بالفعل بالزواج ليثمر عن هذا الحب 3 أطفال. وفجأة وبدون أي مقدمات طلب الزوج أن يذهب إلى بلد آخر لكي يستكمل دراسته، وبالاتفاق مع زوجته سافر بالفعل إلى بلد آخر طالبا للعلم. ومنذ أكثر من 4 شهور لم تعرف الزوجة شيئا عن زوجها، وفي اللحظة تبدد كل شيء وتبدلت السعادة بالحزن والضحكة بالدموع. مر أكثر من عام لا تعرف عنه شيئا، ولم يرسل لها حتى رسالة واحدة أو حتى مكالمة أو محادثة على فيسبوك أو واتساب. وهنا لجأت هذه الزوجة البائسة إلى محكمة الأسرة وأقامت دعوى طلاق.